رحيم، اهلا بكل مشاهدينا متابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء على الهواء مباشره. من واحنا صغيرين اول ما بدانا نتعلم الكلام اتعلمنا الاتي: بني الاسلام على خمس، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اقام الصلاه، ايتاء الزكاه، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. وبالتالي دي اركان الاسلام الخمس اللي احنا يعني نحفظها زي اسمنا بالظبط. احنا تحدثنا عن يعني الصلاة، يعني ازاي نفهم الصلاة، ازاي نقيم الصلاة، ازاي يعني نصلي النوافل والفروض، وما هي الفروض والسنن بداخل الصلاة. النهاردة عايزين نفهم الصيام، لماذا شرع الصيام؟ وطول ما احنا عايشين في الدنيا من واحنا صغيرين يقولنا عشان نحس بالفقير، وبعدين يطلع اسباب اخرى يقولك لا ده اصله ده له علاقه بالامور الصحيه، لا اصل ده امر من اوامر ربنا سبحانه وتعالى، وان الصيام ده موجود في كل الشرائع، والصيام ده موجود يعني بطرق مختلفه في كل الاديان. فخلونا نفهم بقى الصيام من الاول خالص كده مع فضيله الشيخ محمد ابو بكر. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ حياك الله وبياك واجعل الجنة مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام كلي أمين. أمين يا رب. استعاذة بالله من كل شيطان وبسملة بالرحيم الرحمن وحمدا للواحد الديان والصلاة والسلام الأتمان الأنوران الأكملان الأزهران الأعطران المشرقان المضيئان على سيدي ولدي عدنان سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وترضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأمهات المؤمنين وعمنا بالرضا والفضل معهم يا أكرم الأكرمين. وبعد، فتحية عطرة لبدء حضرتك الحلقة بالسؤال ده. أذكر منذ يعني سنة تقريبا وكنت أؤم الناس خطيبا للجمعة بأحد المساجد، فدخل علي يعني رجل وقور ومعه ولده، وبينهما خلاف أدى أن الولد قد ترك الصلاة بالكلية. ليه؟ لأن الولد سأل أبوه إحنا ليه بنصوم؟ فقال له علشان نشعر بالفقير. فقال له أنا مش مقتنع بالإجابة دي. فما كان من الأب إلا أن ضرب الابن. ودي أنا بقول لكل الناس اللي سمعيني وشايفيني، إذا ما كانش عندك إجابة لابنك في أي سؤال يسأله الطفل أو الشاب لا تنهره، ولكن اذهب أنت وتعلم معه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع سؤالا قط، ولم يحرم سؤالا قط، ولم يجرم سؤالا قط، ولا يوجد سؤال في الدنيا حرام، ولا سؤال يوصف بالغباء، ولا سؤال يؤدي إلى الكفر أو الشرك. ما دامت نية الإنسان الذي يسأل المعرفة، المعرفة والعلم والوصول إلى اليقين النفسي وإلى شفاء الصدر. تمام. طبطبت على الولد وقلت له بابا قال لك إيه؟ قال لي عشان نحس بالفقير. قلت له وانت مش مقتنع ليه؟ فقال لي فقير ايه اللي بنحس بيه؟ قال اذا كان احنا لما بنيجي بنفطر بيبقى ماشي. عندنا نوعين ثلاثه اكل، بط، ولما بنيجي نتسحر كل واحد فينا بيتسحر على مزاجه. فين الفقير هنا؟ صحيح. فقلت له انت صدقت. شوف يا سيدي، قال لي نعم. قلت له ربنا سبحانه وتعالى لما تعبدنا بالصوم وتعبد الأمم السابقة بالصوم، لأن الصيام كان مفروضا على الأمم السابقة. الصيام زينا زي الأمم السابقة بالظبط، اللهم إلا اختلاف في الكيفية أو في عدد الأيام. قيل إنه كان شهر على الأمم السابقة كما هو علينا، وقيل إن كان 3 أيام من كل شهر، وقيل إن كان يصل إلى 50 يوم، خلاص، وقيل أن أهل الكتاب تلاعبوا
به حتى صار يوما أو ثلاثة أيام. المهم أنه كان هناك صيام في الأمم السابقة، والله قال في القرآن على لسان سيدنا زكريا بالصيام، وقال على لسان سيدتنا مريم بالصيام. طيب، فقلت له ربنا ما تعبدناش علشان الفقير، إنما أنا هسألك سؤال بسيط جدا. قال نعم. قلت له أنت لما بتمتنع عن الأكل والشرب بتمتنع علشان مين؟ قال لي علشان ربنا سبحانه وتعالى. قلت له هكذا الله سبحانه وتعالى، أول هدف من أهداف الصيام أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يدربنا على ترك الحلال حتى يسهل علينا ترك الحرام. من الذي قال لك كلي واشربي في ذلك الوقت؟ ربنا الله سبحانه وتعالى. ومن الذي قال لك وجب عليك الامتناع؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان الذي يسهل عليه أن يترك الحلال بأمر، يسهل عليه أن يدع الحرام ويترك الحرام بأمر. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، الصوم، صوم عن إيه؟ ليس عن طعام وشراب وشهوة فحسب، وإنما عن طعام وشراب وشهوة وكلام ولغو ورفث وفسوق وجدال، وكل ما من شأنه أن يفسد الصوم. طيب، ده الهدف الثاني من الصوم. إيه الهدف الثاني من الصوم؟ أن يكسر الإنسان شهوة نفسه في كل ما يصل به إلى الحرام. قضية مش قضية أكل ولا شرب خالص. في ناس بتقعد طول النهار ما تاكلش ولا تشربش، صحيح مش كده ولا إيه؟ صح؟ وفي ناس أعرفها تقعد باليومين ما تاكلش ولا تشربش، عادي الأمر بالنسبة له، عادي، لا يشعر بجوع ولا يتألم من جوع لأنه تعود على ذلك. لكن القضية قضية فين؟ قضية في نظر، قضية في لسان، قضية في جوارح، قضية في عقل يفكر فينطق به اللسان بما يفكر به. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعلم الناس والصحابة، أراد أن يعلم المعنى الأوسع للصيام. لما جيء بامرأتين فأمرهما أن يتقيأ، فتقيأ قيح وصديد، إيه الغاية؟ صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله. يبقى الغاية مش أكل وشرب بس، فطروا على خمر مثلا؟ لا، فطروا على الغيبة والنميمة، فطروا على أعراض الناس، فطروا على الكلام في حق هذا وذاك. طيب، وآفة الناس بيظنوا، خدي بالك، إن الكلام ده لا يفسد الصوم. خلي بالك، ولذلك هنفهم بقى بعد كده ما يبطل الصوم وما يفسد الصوم وما ينقص الصوم. هو يبطل غير يفسد؟ طبعاً. في يبطل وفي يفسد؟ في يبطل ويفسد وينقص. يبطل ويفسد وينقص. صليت على الحبيب؟ اللهم صل. شرع الصيام في السنة الثانية من الهجرة. خلاص كده، وربنا قال كده في القرآن، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. كان في بداية الأمر أن الصيام على التخيير. الصيام على إيه؟ على التخيير. على التخيير. في آية سابقة؟ نعم. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال كده، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني إيه؟ يعني يجوز للإنسان أن يطيق الصوم لكنه لن يصوم، فيتصدق بإطعام مسكين عن كل يوم، لكن هذا في بادئ الأمر وليس الآن. الكلام ده في بادئ ليه؟ دي عاملة مشكلة دلوقتي الأمر. لا، ناس بتصدع وتقول لك ما الآية بتقول. طيب، على الذين يطيقونه. أنا توقعت أنه على الذين يطيقونه أي معناها اللي هم يعني طايقينه بالعافية، اللي هم قادرين. هذا معنى قال به أهل العلم برضه.
اللي هو الحامل والمرضع والشيخ الكبير. خلاص كده. لكن احنا عايز عشان نفهم برضك، وكويس ان حضرتك تعرضت للنقطه دي وان كان بصوره غير مباشره، عندنا في القران حاجه اسمها الناسخ والمنسوخ. وده لازم نفهمه ونحفظه ونعرفه. يعني ايه الكلام، ايه الناسخ وايه المنسوخ؟ لو ان الكلام بمنطلق ما حضرتك قلتيه بلسان هؤلاء الناس لكانت الخمر حلالا. مش كده ولا ايه؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وكهرة. فمعنى هذا أن الخمر بعيدة عن الصلاة أمر مباح. مش كده ولا إيه؟ لكن إحنا عندنا آيات نسخت آيات وآيات قيدت آيات وآيات خصصت عموم آيات. وعلشان كده مرة واثنين وثلاثة نقول ان مش اي حد يتحدث في القرآن الكريم، لابد وان يلم بأدوات بالأدوات التي تعينه على الكلام في القرآن الكريم. طيب الآية القرآنية فمن شهد منكم الشهر فليصم، هي اللي نسخت. طبعاً طبعاً. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. خلي بالك بقى كملي. ها طيب فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني ايه؟ وان تصوموا خير لكم، يبقى اداك الخيار اهو، انت حر. عايز تتطوع وتصوم الله يجزيك الخير. لكن خد بالك، وعايز تفطر وتطعم براحتك. وان تصوموا خير لكم، خلي بالك، لكن الصيام هو الافضل وهو الخير. خلاص كده ان كنتم تعلمون، خلاص؟ وبعدين قال ايه بقى؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص انتهى أمر الآية الأولى بالآية الثانية، وقيد الآية الأولى والآية الثانية قول حبيبنا المعصوم عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب القرآن الكريم لم يذكر الصيام، يعني عبارة عن إيه؟ هو ذكر انه الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر كده، لكن ما قالش بقى كل الجوارح وكل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، ما اتقالش. نعم. في القران. نعم، سؤال جميل. وده يعلمنا ويعلم الناس كلها، الناس اللي طالعه النهارده في الموضه بتاعت انه ما فيش سنه. يقول لك هو العنعنه، عايزين نسيب القرآن ونجيب أحاديث العنعنة؟ جبتوا الكلام ده منين؟ ومين اللي قال لكم إن السنة دي مؤتمنة؟ وإزاي والنبي يعني السنة كتبت بعد النبي ب200 سنة؟ صحيح. طبعًا ده كلها مغالطات. بالمناسبة عشان بس نبقى فاهمين، عشان نبقى على دراية، السنة كتبت مع القرآن في وقت واحد. ازاي؟ زي الناس. النبي عليه الصلاه والسلام امر الصحابه ما يكتبوش السنه عشان ما تبقاش زي القران. حلو. كلام محترم. حلو. امر الصحابه ايه؟ ما يكتبوش وراه. يبقى كانوا الصحابه بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيكتبوا. خلي بالك، يبقى في بادئ الامر كان الصحابه يكتبون السنه كما يكتبون القران. فحدث تداخل عند بعض الناس، خلط السنة بالقرآن. فمنع وتوهم عليه الأمر. فاقتضى الأمر أن يصدر أمر من النبي بمنع الكتابة لفترة مؤقتة وليس على الدوام كما يتوهم الناس. والدليل على كده أن النبي بعد كده صلى الله عليه وسلم هيقول اكتبوا فين؟ في الصحيح. هيقول اكتبوا لآل فلان، وبعد كده يجي له الصحابي يقول له يا رسول الله بيعيبوا عليا ان انا بكتب عنك كل حاجه، حتى هزارك وضحكاتك، فبيقولوا له يعني النبي بيهزر وبيضحك، فقال له اكتب، فوالله لا يخرج من هذا الا حقا الا صدقا. يبقى السنه كتبت مع القرآن، كتبت مع القرآن. دي نقطه. النقطه الثانيه، الله حينما تعبد هذه الأمة في وحييها قرآن وسنة، لم يتعبد هذه الأمة
بالكتاب، يعني مش بالمكتوب، لا تاخدي بالك شوفي من جمال هذه الأمة ومن عظمة إعجاز هذه الأمة أن كتب الأمم السابقة كلها حفظت كتبا فامتدت إليها يد التحريف. إلا القرآن حفظ، إلا القرآن والسنة فحفظ في الصدور. فحفظ فين؟ في الصدور. ولذلك بدأت مرحلة جمع القرآن مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب، لا لا ده سيدنا ابو بكر، لا ده حضرتك بتتكلم عن يعني عمليات متاخره. لكن في بادئ الامر كان القران مجموع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موجود عند السيده حفصه. خلاص كده، لكن لم يلتفت احد الى هذا الجمع، بدليل ان كتب التاريخ لم تدرسه لابنائنا ولا لبناتنا. ليه؟ لان المعول عليه عند الناس كان الصدور. طيب السؤال، متى بدأ التفكير مرة أخرى في كتابة القرآن الكريم مرة أخرى؟ ها؟ في عهد أبي بكر الصديق. أبي بكر قبل عمر بن الخطاب. ليه؟ السؤال ليه؟ إيه اللي خلاهم يفكروا في الكلام ده؟ ده محتاج نرجع لسيدنا عمر. مش كده ولا إيه؟ صح؟ ومحتاج نرجع لسيدنا أبو بكر. إيه اللي حصل؟ إن لما وقعت حروب الردة ومانع الزكاة كثر القتل في الحفاظ. كثر القتل فين؟ في الحفاظ. في الحفاظ. فخشي الناس على القرآن أن يذهب. طب ما هو في نسخة موجودة عند السيدة حفصة. المانع، قالوا لا، ما هو أصلا إحنا مش متعبدين بالنسخة دي، احنا مش متعبدين بالنسخة دي، ولا قرآننا محفوظ في النسخة دي، انما قرآننا محفوظ فين؟ في الصدور. والدليل على كده ان جبريل لو القرآن متحفظ في نسخة معايا كده كان نزل بألواح كما نزل على موسى، مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ مش في القرآن ربنا ألقى الألواح الى موسى واخذها سيدنا موسى؟ مش كده؟ كان نزل بكتاب مطبوع خلاص كده، والدرس ده النبي وخلصت. لكن لا، ده كان جبريل عليه السلام يعلم النبي مشافهة. وكان النبي يردد خشية النسيان إلى أن رفع الله عنه ذلك العناء والعنت والمشقة، وقال له إيه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. خلاص خلاص. طيب وبعدين سيدنا جبريل بعد ما حفظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن كله، خلاص كان كل سنة يجي في رمضان يعارض النبي بالقرآن، يسمع للنبي القرآن كله، يسمع للنبي ايه؟ القرآن. القرآن كله. خلي بالك الصحابة حفظوا القرآن من النبي ازاي؟ من النبي، كان النبي يتلو عليهم. نعم، مشافهة وكتابة. كان يقول، فهناك كتاب للوحي كانوا يكتبون، لكن الأكثرية أخذوه من فم النبي ايه؟ مشافهة. طيب هو القرآن جمع بدون تشكيل؟ لا، يعني خلي مراحل واحدة واحدة. خلينا في واحدة واحدة بس، خلاص كده. طيب المهم، أدرك رسول الله نهاية عمره حينما عرضه جبريل بالقرآن مرتين في سنة واحدة. ولذلك قال للصحابة كده، وكان جبريل يعارضني كل عام بالقرآن مرة، وقد عارضني بالقرآن في هذه السنة وفي هذا العام مرتين، وما أرى ذلك إلا دنو أجلي. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومنها بالمناسبة، خلي بالكم، خدنا سنة ان احنا نعمل مسابقة رمضانية للقرآن الكريم ونمتحن ولادنا، ان سيدنا جبريل كان بيسمع للنبي كل سنة القرآن في رمضان. فخدناها رغم انها لم يفعلها رسول الله. وانا بقول الكلام ده ليه؟ علشان بس الناس تدرك ان بعض الناس ممن يبدعون بعض الأمور
تكون البدعة على هواهم ووفق أمزجتهم. خلي بالك، ها أتحداك، ما من طائفة في مصر سلفية صوفية أي بقى إلا وتعلن المسابقة القرآنية الرمضانية، مش كده ولا إيه؟ طبعا. من أين أتيتم بها؟ ها؟ هل فعلها رسول الله؟ لا. هل فعلها الصحابة؟ هل أنتم أحرص على القرآن من رسول الله؟ نفس الأسئلة اللي بتصار حينما نقول شيئا. أيوة صح. مش كده ولا إيه؟ يقول لك لا بس ليها أصل في الدين. سبحان الله. طب ما احنا برضك لما نصل لشيء أنتم بتقولوا عليه بدعة، بنقول لك ليها أصل في الدين. هو فكرة حفظ القرآن الكريم في حد ذاته معجزة إلهية غريبة. مين يقدر يجيب كتاب مثلا مجلد يحفظه بالحرف وبالتشكيلة؟ دي معجزة إلهية متجددة. أنا مقشعرة دلوقتي وأنا متخيلة، يمكن إحنا خايبين مش حافظينه، لكن الأطفال والناس والكبار وكده إن هم يحفظوا. هتستغربي لو قلت لك عبارة قد تبدو صادمة لك وللناس، إيه؟ ولكن كما أن الله يصطفي من جملة الناس أنبياء ورسل، كذلك حفظة القرآن اصطفاهم الله من جملة الناس. طبعا. ليس كل الناس. لا هي صحيحة يعني. ليس كل الناس. طبعا. مش كل واحد مهيأ أنه يحفظ القرآن. ولا كل واحد ربنا اداله النعمة دي. ولذلك ربنا في القرآن. لذلك هو مكرم، هو وأمه وأبوه تجانه. خدي بالك. وقصة تانية خالص يعني. خدي بالك. وقد يكون من أهل المعاصي. عارفين انه ممكن حد يبقى حافظ القرآن اول ما تسعر به النار، ده قصة تانية. لا انا بقول وقد يكون من اهل المعاصي، يعني انت ممكن تشوفه بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، فتقول ازاي حافظ القرآن؟ اقول لك ريح نفسك، ربنا قال كده في القرآن: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقسمهم لتلاتة. فمنهم ظالم لنفسه. الله. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. يبقى ده فضل الله يؤتيه إيه؟ يؤتيه من يشاء. لكن كما كان يقول مشايخنا، ونسأل الله أن يكون قولهم صدق، بأنه ما دام قد ورث القرآن فإن الله قد علم أن فيه خيرا كثيرا، وأن القرآن سيغير ما فيه، وأن خير القرآن سيطغى على الشر الذي فيه مهما طال العمر. صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. إنما في منهم ظالم لنفسه، وغير القرآن هو اللي ذكره عشان محدش يتأول يقول لك آدي حفظت القرآن. شفتوا اللي حفظ القرآن اتمسك بيعمل إيه؟ أو كذا أو كذا. أنا بس أنا دايما لما حد بيقول لي كده معلش في عجالة، برد عليه رد صادم أصدم. إيه؟ أقول له تعالى بس بالراحة، أنت زعلان أو إن حفظ القرآن؟ أقول له طيب، أليس من الصحابة من خالف رسول الله؟ أليس هناك من جملة الصحابة من سرق، من قتل، وزنى وقتل، وتاب الله عليهم ووقع فيهم الحد عليهم، وقال النبي بنفسه لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. نعم. علشان كده ربنا قال آيتين في القرآن محتاجينهم احنا كلنا. ايه بقى؟ بخاف منهم جدا. آيتين كبر مقتا. لا والله، أول آية إن ربنا يقول فتزل قدم بعد ثبوتها. ما قالش لعدم ثبوتها، بعد ثبوتها. الثبات بعد الرسوخ تقع تتكعب. علشان كده لما تشوف صاحب معصية ولا صاحب كبيرة ولا صاحب مصيبة، احمد الله على أن عفاك. وروح للآية التانية لما ربنا يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اوعى تفتكر أن ثباتك وأن إقامتك على الجادة وعلى الطريق المستقيم ذلك بفعل منك أو بجهد منك، لا، إنما هذا توفيق الله لك وتثبيت الله لك. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شفتوا؟ يبقى ده ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ده ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام. طب احنا نطلب من ربنا الثبات؟ طبعا طبعا. نطلب ثبتنا ربنا على دين، نطلب من ربنا المعافاة
ونطلب من ربنا الثبات، ونطلب من ربنا الهداية، ونطلب من ربنا الرشاد، ونطلب من ربنا المعونة والإعانة. صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا طبعا الفقرة بتخلص بسرعة. انت حضرتك برضو ما جاوبتليش على الجزئية اللي هي بتاعت انه القرآن لم يذكر الصيام. ما لسه هقول بقى، احنا تعرضنا. طيب احنا عندنا استاذة دعاء وحيين، مش وحي واحد. القرآن والسنة، الكتابة والحكمة. الذي قال بالقرآن دون السنة فقد كفر بالقرآن. اللي يقول خدوا القرآن وما تاخدوش السنة كفر بالقرآن. ليه كفر بالقرآن؟ لأن القرآن هو الذي أمرنا أن نأخذ بالسنة. ويعلمه الكتابة والحكمة. دي يعني ممكن ما تكونش واضحة. بس الحكمة دي عشان برضو هيقول لك فيها معاني كتير. يقول لك وما ينطق على الهوى، يقول لك لا ده القرآن. طيب خلاص. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. هيبين إيه؟ هيبين إيه؟ إلا بسنته صلى الله صحيح. عليه وسلم صحيح. وبقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم خلي عنه بالك. فانتهوا. ما وقفش الحد هنا. لا، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا لرسول الله أمر ونهي وتشريع. أمر ونهي وتشريع. تحب السمك؟ تاكليه ازاي؟ والقرآن حرم الميتة. بتاكليه ازاي؟ ميتة ايه؟ ما هو بيبقى صاحي وبلعبط واحد. حضرتك بيطلع ميت، بيطلع يموت. لا بيبقى عامل كده وطاسة يعني. مش مات؟ وحرم القرآن الميتة. تحب الكبدة؟ طيب ازاي بتاكليها وهي دم؟ وحرم القرآن الدم. هنا تيجي السنة بقى. ايه بقى؟ تيجي السنة. صحيح. وحلت لنا ميتتان ودمان. اللي هم ايه؟ ميتتان. اول مرة اسمع الحديث. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وحلت لنا ميتتان وايه؟ ودمان. طب ايه يا رسول الله؟ السمك ده من جملة الميتتان. خلاص كده. طب والدمان؟ الكبد والطحال عليه الصلاة والسلام. يعني هنا تشريع النبي عليه الصلاة والسلام. والكرشة ما هو ده من عند السنة، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده. ما سألتنيش السؤال ده برضك في الصيام. احنا بنصلي ازاي أربعة ونصلي ازاي اتنين؟ وجهر وسر. في الصلاة بجهر وسر وأربعة واتنين وتلاتة. منين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إذن لا استغناء للقرآن عن السنة. طب علشان الناس البسيطة اللي بتفرج علينا أقول لكم ولله المثل الأعلى. فخامة رئيس الجمهورية يصدر قرار أو قانون. صح؟ دستور. لا قانون. صح؟ والدستور يكتب الدستور. لا يتعدى الدستور عندنا لا يتعدى 56 ورقة، مش كده ولا إيه؟ صح؟ صح؟ 56 ورقة بتنظم الدولة كلها. كم وزارة وكم هيئة وكم وكم وكم. أما بيتنظموا ازاي وبنتقاضى في المحاكم ازاي وبنحتاج ما هو بيجي في النهاية يقول لك ايه؟ والقانون المنظم لذلك. يبقى مين اللي هيفسر الدستور؟ القانون. القانون يشرح. صحيح بقى. صحيح. فجاءت السنة بمثابة القانون الذي يفسر الدستور اللي هو القرآن الكريم. تخيلي بقى لو احنا صغرنا عقولنا للناس اللي بتقول لك سيبكم السنة وتعانوا علشان القرآن. طيب. يبقى فيه كل حاجة. معلش في عقال. القرآن يبقى فيه كل حاجة. يبقى القرآن ما يبقاش 6236 آية. ده القرآن يبقى 600 مليون ستة. عايزين بقى كل حاجة في القرآن. أيوة تفصل. مش كده ولا إيه؟ عايزين كل شيء. صح ولا إيه؟ عايزين صلاة الجنازة اللي هتتصلى على منكر السنة. صح؟ وهي ليست في القرآن. وعايزين طريقة الدفن الذي يدفن بها من ينكر السنة وهي ليست في القرآن. وعايزين طريقة الغسل التي يغسل بها منكر السنة وهي ليست في القرآن. مش كده ولا إيه؟ يبقى كانت السنة هي العضد المساعد للقرآن الكريم. ولذلك إحنا ألا سيدنا النبي يقول إيه بقى بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. اللي هو معه. نعم. ومثله معه. وبعدين يقول الحديث جميل قوي ويتنبأ بما نحن فيه. خلي بالكم هيجي زمن هيجي راجل قاعد على أريكته متكئ
يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم في كتاب الله من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه. ده النبي قال إن هيبقى فيه استوجهات وهيبقى فيه أنتريهات وهيبقى فيه كنب كبير وهيبقى فيه ناس قاعدة كده متاكئة تنكر السنة، وكأنه عليه الصلاة والسلام ينظر إلى حالنا اليوم، وهذه من صدق نبوءته عليه الصلاة والسلام. يبقى كانت السنة من غير السنة لا نعرف إيه الفرق بين الصوم النفل ولا صوم الفرض ولا الصوم المكروه ولا الصوم الحرام ولا نعرف ليه بنصوم في رمضان وما بنصومش أول يوم من عيد الفطر، مع أننا بنصوم تاني يوم في عيد الفطر، مع أن 4 أيام العيد الكبير ما ينفعش يتصام. طب ليه؟ مع طيب. القرآن ما ذكرش. يعني احنا هنفرد حلقات ان شاء الله، الحلقات مفيدة جدا ونخاطب بها العقل، المشاعر والوجدان، وبنرتقي بالعبادات وبالهمم وكده، لكن بنخاطب بها العقل برضو. احنا الحلقة القادمة بإذن الله فضيلة الشيخ محمد أبو بكر هيكلمنا عن الإمامة في الصلاة. صحيح. وبعد كده بإذن الله نرجع للحلقات اللي بعد كده الإمامة وأحكام الطفل تمام في الصلاة. نعم، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، نورتني يا فضيلة الشيخ. أنار الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان، ورزقني وإياك والمشاهدين زيارة النبي على الدوام. المفروض عندنا تقرير، وبعد التقرير نرجع لحضراتكم على الهواء مباشرة. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا ومرحبا. شرحت لنا هذه الآية الكريمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوزن يومئذ الحق. ومن أسماء الله الحسنى الحق. الحق تبارك وتعالى يتولى أو تتولى الملائكة الميزان، والله تبارك وتعالى يراقب كل شيء يوم القيامة. ويؤتى بعبد يؤخذ إلى النار. فينادي الله تبارك عليه، يقول له عبدي لما تتلفت يمينا ويسارا، أنت مأخوذ إلى النار وليس هناك حسنات، هل ظلمتك؟ فيقول لا. فهل ظلمك عبادي كتبتي؟ فيقول لا يا رب، ولكن يا رب ما كان هذا ظني بك، لذلك أتلفت يمنة ويسرى، ظنك بي يا عبدي، خذوا عبدي وادخلوه الجنة، لأن ظنه به سبحانه وتعالى أنه هو الكريم. كلمة أخرى أقولها لكل متصدق وكل مزك وكل فاعل للخيرات، أبشر أبشر أبشر، فإن اسمك يرد في السماوات العلى عند رب البريات، بل أنه يذكر قبل أن تولد الدنيا وكل من على الأرض جميعا. حينما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يدق الباب على أحد الصحابة سيدنا أبي بن كعب، يقول يا أبي إن ربي أمرني أن آتيك فأقرأ عليك القرآن. فارتعد سيدنا أبي، قال يا رسول الله أو سماني ربي؟ أذكر اسمي في الملأ الأعلى يا رسول الله؟ فقال نعم. فأدخل رسول الله وظل النبي يعلمه القرآن. إذن أي إنسان يقوم بفعل خير يذكر اسمه في الملأ الأعلى. فحينما خلق الله الدنيا وكتب أرزاق العباد عنده سبحانه وتعالى، قال رزق فلان كذا وكذا، يأكل كذا ويعيش كذا ويرزق كذا، ويكون جزء من رزق فلان ابن فلان على رزق فلان ابن فلان، فيذكر اسمك أيها المتصدق في الملأ الأعلى قبل أن تولد الدنيا. فأي كرم هذا أن يذكر اسمك أصحاب اليد العليا.
أن يذكر اسمك وأنت من المتصدقين الفاعلين للخيرات، أي كرم هذا؟ وحينما تأتي يوم القيامة أمام رب العالمين فتناديك الملائكة فليقف فلان، يقف فلان ابن فلان الذي تصدق على فلان ابن فلان، خص صاحبك وادخل الجنة. الفائزون يسألهم الله يوم القيامة عن الخير الذي جاءهم، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون شهيدا على أمته، أهل الخير الذين يبادرون بفعل الخيرات. إحنا نثقل الموازين بأمور كلها في إيدينا نعملها، يعني مش عايزين نروح الآخرة بموازين خاوية وخالية وما عندناش حاجة تلحقنا. فعندنا فرص عظيمة ان احنا نثقل الموازين من اول، حتى يعني اي شيء صدقه نعمله اكثر الزاد لان السفر طويل. اعد العده، لان انت في عندك مشوار طويل قوي، فلازم تكون معاك اكلك وشربك وحياتك ودنيتك اللي معاك اللي انت كسبتها عشان تدخل معاك القبر، تنير لك القبر. تخيلي حضرتك حينما تدخل الملائكه على احد الناس او على كل الناس في قبورهم، فتجد اليمين صدقات والزكوات عن الشمال والصلاه عند الراس والقدمين عندها فعل الخيرات وبر الوالدين. كل ما تيجي الملائكه تساله من ربك وما، مش لاقيين مكان، اسالوه من عند، يعني هو الكل بيرد، الكل يتكلم. ايوه الكل ربنا قال والصبح اذا تنفس، يبقى الصبح له نفس يتنفس. الله تبارك وتعالى يتحدث ان الدنيا الايد والرجل وكل حاجه هتتكلم يوم القيامه، كله يشهد. فتاتي الملائكه عايزين يسالوك من اليمين ولا من الشمال، يا من كنت وتمنح وتعطي وتمنح بلا سبب، بتدي للناس لله، لان انت بتعامل ربنا ما بتعاملش العبد. لان المعامله مع ربنا بشكل مباشر، وما تخليش بعد كده تزعلي انك عملتي معروف في واحد وطلع مثلا عفوا قليل الاصل. لا، اعملي العمل لله واتركيه لله، وسيبي ربنا بينك وبينه سبحانه وتعالى. كتب اسمك في الوجود وهيكتبه في الملأ الاعلى، وهيسلم عليك سلام خصيص يوم القيامه حينما تكوني معه سبحانه وتعالى. فلنثقل موازيننا بالذكر والصلاه وفعل الخيرات، لان الملائكه حينما تاتي لتقول له في القبر من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك، فيقول انتظروا قليلا لأني أرى الشمس تريد أن تغرب وأنا لم أصلي العصر، ويبدأ فيقول الله أكبر، فتقول الملائكة نم هنيئا إلى يوم القيامة، ويفتح له بابا في الجنة، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، فرحة لملاقاة رسول الله، فرحة لملاقاة الخير الذي كان يقدمه في الدنيا. هكذا نثقل موازيننا بفعل الخيرات من فضل ربنا تبارك وتعالى. طيب نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني لوجدت رحمتي، لوجدت نصري، لوجدت ستري. أنا الآن مع قافلة طبية من قوافل جمعية البر والتقوى، لتثبت لنا جمعية البر والتقوى في كل ساعة كيف هي جمعية قائمة على العمل المؤسسي والعمل المنظم والعمل المتنوع، فمن قوافل غذائية إلى قوافل مدرسية إلى قوافل طبية. هذه قافلة طبية مكونة من سراير طبية ومن كراسي متحركة. يلا بينا شاركوا معانا نخفف الألم عن أسيادنا، نخفف الألم عن أسيادنا الفقراء، ولما تخفف عنهم الألم ربنا يخفف عنك الألم. لما هتسترهم ربنا هيسترك، لما هتقضي حاجتهم ربنا هيقضي حاجتك. شايف الكراسي؟ تخيل انت حد من أسيادنا الفقراء قعيد وأهديته كرسيك هذا، مشى به، قابل به الناس، ذهب إلى الصلاة، لك مثل أجره كاملا. شارك بتبرعاتك العينية، قديمك جديدهم وقليلك كثيرهم، واللي ممكن ما تكونش لها قيمة عندك لها قيمة كبيرة قوي عندهم. وبتبرعاتك العينية تدخل في أمان الله وفي ضمان الله وفي حصن الله. زكواتك
وصدقاتك الجارية وصداقتك مع جمعية البر والتقوى. خلي خيرك يوصل لغيرك. بالسرير نثقل الميزان، بأي شيء عيني، بأي شيء ممسوك كده أمسكه في إيدي وأقدر أن أنا أثقل به الميزان. أنا عايز أقول لحضرتك، توفيت والدتي قبل الكورونا بحوالي شهر، وكانت بتمشي على كرسي، وكنت جايب لها أنبوبة أكسجين، وأصبح الاحتياج لأنابيب الأكسجين طبعا ربنا لا يعيد تلك الأيام. فخرجت الكرسي والإيه والأنبوبة، فضلت تلف الدورة. تخيلي الدورة دي بقى من أيام كورونا إلى يوم القيامة، وراحت عند ناس ودخلت بيوت ناس وخرجت من بيوت ناس، وأجهزة الأكسجين اللي دخلت عند ناس وبيوت ناس وخرجت من بيوت ناس. مش ده عدات شغال حسنات إلى يوم القيامة، رايح لي أنا ووالدتي، يبقى أنا وأمي. إذن يبقى أنا لما بعمل صدقة يبقى بقدمها لنفسي وببعتها لأمي أو أبويا أو أخويا أو حد من عيلتي من فضل الله، أو بقدمها للفقير ولكن مرضاة لله تبارك وتعالى. إننا يا ربي لا نعبدك لأنك تدخلنا الجنة أو تخرجنا من النار، ولكن نعبدك ونتقرب إليك ونرضيك يا ربنا لأنك تستحق العبادة، لأنك الواحد الأحد الفرد الصمد مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، أنت المهيمن العزيز الغفار، أنت رب العالمين يا رب العالمين. ما نعبدك يا ربي خوفا من نارك أو طمعا في جنتك، ولكن نعبدك لترضى يا رب العالمين. فرض الله بهدايا عينية، بأدوية، بدولاب زيادة عندك في البيت، حاجة أنت مش هتستخدمها أصلا. أخرج يخرج الله من بيتك الذنوب، والله كل ما بتخرج حاجة زيادة عن بيتك صدق الوجه الله بتكنس وهي خارجة كده، لأنك للضيف عندك ورايحة بيت تاني، والضيف لما بيدخل بيتك وهو خارج بيكنس ذنوب أهل البيت كلها وأمراض أهل البيت كلها، وينقي البيت ويطهر البيت من فضل الله تبارك وتعالى. الهدايا العينية، والهدايا العينية إن كنت مريضا وشفاك الله استغنى عن الحاجة، زي معدة أو شكل زي ما بنشوف الكراسي إن كانت جديدة أو قديمة وإحنا بنجددها جماعة البر والتقوى، إن كان ملابس، إن كانت كذا وكذا، ولكن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني حاجة أنت كنت بتحبها وأنفقت منها، حاجة مش استهلكت تماما فبرميها، لا، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، فكن مع الله طيبا يكون الله معك كريما وسخيا وطيبا. ربنا سبحانه وتعالى بينصحنا دايما في التأمل، يعني أو إن احنا يعني إيه نستهدى بالله كده في كل حاجة، إلا التأني، أقصد التأني في كل شيء إلا في فعل الخيرات، يطلبنا بالمسارعة والسباق والتسابق لفعل الخيرات، لأنه الخير بيعم على الجميع. العجلة من الشيطان إلا في فعل الخير، صحيح، العجلة من الشيطان في كل شيء، لكن حينما تفعل الخير أسرع بإخراج الخير، تجد الله تبارك وتعالى هو من يعينك على نفسك وعلى دنياك وعلى أي مرض أو أي شيء. البلاء يبقى نازل وإنت طالع بالدعاء فيتقابلان، ثم يرفع الدعاء القدر ويعود إلى أعلى، ولا يصيبك هذا ولا يصيب أبنائك ولا يصيب أحدا تحبه. أنفق ينفق الله عليك. تخيلي حضرتك، أنفق مش هقول يوم القيامة ينفق عليك رسول الله، أو أن الله سيرسل عليك الملائكة يجعلهم ينفقون عليك، ولكن أنفق ينفق الله عليك. الله الذي يتولى الإنفاق عليك، الله يتولاك سبحانه وتعالى، وهو الحق الذي يزن لك أعمالك. النبي يقول له رب العالمين حينما كان يبكي، يا رب أمتي أمتي، فيقول يا محمد تركنا لك حساب أمتك يوم القيامة، حاسب أنت أمتك يا محمد. فقال رسول الله لجبريل، لا، بل يحاسبهم ربي لأنه أكرم بهم مني، أحن بهم مني سبحانه وتعالى. طيب نروح نشوف تقرير آخر ونرجع نكمل. أهل الخير، النهاردة احنا في مجمع الديابي قرية الشلاقي الشيخ زويد. المجمع ده ما كانش فيه مية شرب،
الحمد لله ربنا عز وجل كرم جمعية البر والتقوى المصرية بمتبرعيها الكرام، وجينا هنا زي ما انتوا شايفين وعملنا المحطة اللي انتوا شايفينها دي دلوقتي سعة 30 متر مية، يعني يكفي القرية بشكل كبير جدا. وقلنا قبل كده ان من حق الناس دي علينا، الناس اللي حاربت ووقفت جنب الجيش والشرطة عشان يطهروا أرض سيناء من الإرهابيين بمخططات دولية، لازما أقل واجب نعمله لهم نوفر لهم طيب مية شرب، وكمان نوفر لهم آبار توازية للزراعة. ربنا يجزي خير كل اللي شارك معانا في المحطة ديت، كل واحد باسمه اللي مكتوب، كل اللي شارك وقال ما تكتبش اسمي، فبقول ربنا يجزيكوا خير ويبارك فيكوا يا رب. محتاجين كمان على الأقل 20 محطة مية كمان في الشيخ زويد وشمال سيناء بصفة عامة لغاية الحسنة. خليك معانا لأن دي من أعظم الصدقات على الإطلاق، إن أنت تشارك في سقي الماء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا بنعاني من ما فيش مية حلوة، بتعب بنجيبها عن حوالي الخزان فوق 200 جنيه. في دلوقتي متوفر على كلنا وعلى المناطق، كل المناطق هنا الحمد لله، يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي. فاحنا بنشكر جمعية البر والتقوى، بنشكر أي فعل الخير، وشكرا ألف شكر. احنا بنشكر جمعية البر والتقوى اللي عملت المية هذه. شكرا لجمعية البر والتقوى لأنكم جبتوا لنا المية. كيف نسقي الميزان الحسنات بفعل الخيرات؟ طب ايه هي الخيرات؟ نماذج بقى كتير من الخيرات التي لا تنضب ابدا، واولها الميه. نعم، انا عايز اقول لحضرتك نموذج من تعدد من هذا الامر، من تعدد فعل الخيرات. احد المتصدقين مهندس محمد الكرماوي قال لي بقول له يعني اعمل ندو ان انت هتدفع جزء من مبلغ او مبلغ لعمل خير، فندي ربنا ان لو تم ليك الامر ان انت تعمل. فقال لي يا دكتور أنا ليا منهج حياة تاني أو شكل تاني، أنا بعمل الخير وبعد كده بمشي في حياتي، لما يجي يقضى لي الأمر بزود الخير ضعف. فتخيلي بصي حضرتك ده منهج حياة. يعني هو بيبدأ الأول يعمل لله، بعمل لله، لو حصل خير أزود بالظبط، إنما مش لما يحصل أعمل بالظبط أو أعمل الندر، يعني لو حصل حامل يوفون بالنذر ويخافون كذا، لا يوفون بالنذر، لا أنا ما بعملش نذر، أنا الأول بقدم وبعمل الخير ولقيته بيطلع صدقات قدام مني وتشكرين يا باشمهندس ربنا يكرمك. قال لي انقضاء حالي في حاجتي مع ربنا سبحانه وتعالى هيحصل صدقة برضو. قلت له طب ولا إذا لم تقضى؟ قال لي أتقرب برضو لله، عسى أن هي تقضى في المرات الثانية أو الثالثة، لأني بتعامل مع أكرم الأكرمين أجود الأجودين رب العالمين. دي أفكار وسياسات لبعض الناس من المتبرعين. ربنا يبارك فيك باشمهندس محمد كرماوي وكل من هو محمد وكل ما هو يتصدق من السيدات ومن الرجال. الناس بتتبرع بالتبرعات العينية، بتعمل مية، بتسقف بيوت، بتجيب بطاطين، إنما كمان يظل المساجد من أحب الصدقات لقلوب ناس كتيرة، وهي يعني حابة تعمل تساهم في شيء يرفع فيها اسم الله. أنا عايز أقول لحضرتك بيوت أذن الله أن ترفع، كلمة أذن الله أن ترفع فهذا لله تبارك وتعالى أمر للعباد الذين يعلمون معناه. يتصل بي واحد يقول لي أنا المسجد الفلاني السجاد بتاعه عندي، واحد تاني يتصل يقول لي النجف بتاعه عندي، واحد تاني يقول لي طب أنا الدنيا صعبة قوي معايا 1000 جنيه وعايز أفرح، أقول له حط لك 500 في المسجد وحط لك 500 في سقي الماء، يقول لي أيوة، أقول له أنت عارف ليه؟ هيذكر اسمك من شاء الله عند الله يوم القيامة في بتوع المية اللي داخلين جايان، ويذكر اسمك مع الناس اللي هتدخل المساجد يوم القيامة، تعبر الصراط إلى الجنة يوم القيامة. الناس من أجمل الحاجات في جمعية البر والتقوى إن هي الناس بتقول إحنا متحيرين، كل ما نجد باب خير نحاول إن إحنا نتكلم فيه هنا أو هنا نجد جمعية البر والتقوى سابقة له. فأسأل الله أن يتقبل منا شربة الماء وذرة الماء وفعل الخيرات لحنا. والعبرة بالصدق في النوايا. نعم. والاستمرارية والإخلاص. بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية. شكرا لحضرتكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله.